اللي خدوا جوزيه جوميز واللي اعلن عنه مراد ابو جلال من شويه كابتن ان هو هيريح كل الاساسيين المباراتين اللي جايين، سواء طلائع الجيش او البلديه او مباراه كاس مصر، لسه ما تحددش كمجلس اداره هياخد قراره ازاي، لكن هو قال ان النهارده هيبقى اخر مباراه للاعيبه الاساسيين وهياخدوا راحه لنهايه الموسم. هل قرار سليم ولا انت شايف ان هو لا ممكن اكمل كمان باللعيبه دي كاس مصر، خصوصا انها فرصه ان انا اخد كاس مصر برضو تبقى بطوله لا تضاف هو هيريح مع الكونفدراليه؟ لا هو هيريح، في فرق، ممكن يكون هيريح الاساسيين في الماتشين بتوع الدوري اللي باقيين، انما الاساسيين مش هيتريحوا في كاس مصر لو الزمالك هيشارك. لا هو كاس مصر لو هيتلعب، هو هيتلعب في خلال 12 13 يوم قبل يوم 30 لازم ينتهي كاس مصر. بس كاس مصر ده انت يعني معلش، كاس مصر زي ما انا قلت لك قبل كده مختلف. كاس مصر بطوله لابد ان تنافس فيها من ضمن البطولات المتاحه ليك زي ما متاحه لغيرك، فلازم تلعب عشان تكسبها او تحاول ان انت تكسبها، انما الدوري بالنسبه لنا الموضوع منتهي. صحيح، انت بتحاول تحسن وضعك في الدوري، بتحاول تنهي الموسم بشكل جيد، لكن مختلف عن كاس مصر. لا كاس مصر عمليه فيه، وانا راجل في اخر السنين انا يمكن صاحب الريكورد في كاس مصر بالظبط، فلازم العب. هو طبعا اكيد ما انا معرفش القرار ايه بالنسبه للاشتراك في كاس مصر، معرفش، لكن طبعا مختلف بالنسبه للراجل. الراجل اذا كان هيريح اللعيبه هيريحهم في الدوري، ده القرار بتاعه ممكن يبقى كده، لكن كاس مصر مختلف، واخد بالك ازاي؟ طبعا يعني انا ده رايي، معرفش ايه الراي يعني. يعني هو نادي الزمالك كانت طلباته محدده كابتن ان تحديد مواعيد كاس مصر بصوره كامله عشان ابقى عارف هلعب امتى وهخلص امتى، وتاني حاجه ان في مقترح من اتحاد الكوره ان احنا نلعب القبل نهائي والنهائي بدون اللاعبين الدوليين، لان الكابتن حسام عايز يضم لعيبه المنتخب بدري. فنادي الزمالك طبعا اكيد معترض على انه يشارك في كاس مصر بدون اللاعبين الدوليين، خصوصا لو قدر له وصل سيمي فاينال او نهائي كاس مصر. طبعا ما عشان ما خد بالك يعني نادي الزمالك برضو ممكن يعترض، لازم لو وصل الدور قبل النهائي والنهائي لازم يلعب اللعيبه كامله. صحيح، فالنهارده مش معقول بقى هيلعب ماتش اللي جاي ده من غير ما يكون اللعيبه موجوده كلها. لا لا لا، عشان كده بقول لك لا، هو طبعا كلها مطالب عادله في ظل ان انت كاتحاد كوره بتقعد توفق الجدول عشان حاجات معينه، واخد بالك ازاي؟ هي انت لو حطيت جدول وقلت الناس كلها تلتزم بيه، واخد بالك ازاي؟ محدش هيتكلم، انما انت بتيجي بالزبط تغير، معلش نظرا للاهواء، نظرا معرفش، انا طبعا مش عايز احوط في الموضوع ده، لكن انا بتكلم كره قدم اللعيبه مجهده. حتى مراد ابو جلال قال لك ان ملعب استاد القاهره الملعب مجهد. الملعب اللي هو الجماد يشتكي. صحيح، واخد بالك ليه؟ لان كل يوم كل يومين كل ثلاث ايام ماتش. بص حضرتك النجيله تحس انها يعني زي ما بيقولوا في لغه الكوره معضعضه. ايوه يعني مش مش مش, مش كامله، بس هو اللفظ الحلو قوي اللي هو مجهد. بالظبط، يعني ارحموا البشر، يعني اذا كان الارضيه مجهده خلاص يبقى لازم البشر يترحموا. صحيح. انا شايف طبعا مستنيين طبعا القرارات اللي جايه، ولكن طبعا هذه هي تمن العشوائيه اللي بقى اربع سنين، العشوائيه التي تدار بها كره القدم المصريه، واخد بالك؟ لان عارف انا طالما برضي حد معين هقعد على كرسيه مش هتحرك، الكلام ده كلام فاضي. في الاخر اسم مصر هو اللي بيدفع، تمن بيبقى باهظ النهارده، التمن باهظ النهارده، التمن كبير. صحيح، واخد بالك ازاي؟ في كره القدم او في الرياضه عموما، واخد بالك؟ ارجو ان الناس تفوق لده. موضوع مجلس الاداره هياخد قرار، طبعا لازم هياخد قرار في صالح، اكيد في صالح النادي، واخد طبعا بالك ازاي؟ بما يتناسب مع الحاله البشريه. يعني يا اخي اعمل حساب البشر، ده بني ادم، اعمل حساب البشر، واخد بالك ازاي؟ مفيش ما يمنع ان انت وانت بتحط الجداول بتاعتك تعمل حساب الناس كلها، واخد بالك ازاي؟ ما انا ده بنادي بيه وهفضل انادي بيه، وللاسف معرفش يعني اذا كان في حد ممكن يسمع او لا.